مهرجان النسخة السادسة الله يسلمك كان فيه مسابقة الشداد. المسابقة هذه على جميع الألوان، وكان منافسنا أخوي حمد باللبدان منافس قوي وشرس وصاحب إنجازات كبيرة في المزاينات، فكان فعلا ندين كبار في مهرجان الملك عبد العزيز يتنافسون على أكبر جائزة في المهرجان، فكان لها أوج كبير، وكانت التنافس مفتوح في جميع الأشواط وجميع الألوان لأن مبدأ الإيجار موجود فيه، فخلى العالم كلها تشارك بحلالها اللي هو مرور الإيجار، والمتنافسين يدخلون على جميع الفرديات ولا المنقيات اللي مهيئة للمنافسة ويأجرونها أو يشترونها وينافسون فيها. وكان في تحالف كبير يدار خلف الكواليس كنا نسمع عنه طبيعي يطلع من المنافسين أكيد من المنافسين اللي فزنا عليهم في عام 41 صار تحالف أكبر، فصار في تحدي حتى يعني بوسائل التواصل الاجتماعي كان أغلب الجمهور المضاد يقول بس نبيك تحضر. شعرت إنه تحدي لعبد الله ولا الدبوس؟ لا هو أكيد تحدي للدبوس تحدي لعبد الله. لما صار تحدي للوالد أنا أخذتني الحمية وقلت يعني لا خلني أريح والدي من هالأمور، لأن ترى بالنسبة يعني اللي من برا ما يدرون فيها مشقة وفيها تعب وفيها عمل، يعني تخيل درجة حرارة في قرية العليا 50 وأنت قاعد عندها عرفت إيه نعم. فهذا كان أساس حمية للوالد الأمان. صراحة أنا من 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 مزاين 2019 أنا بديت شوية أقلل تنفيذيتي في المنقية وفي أدائنا في المزاين، صراحة لأني لقيت بعبد الله القدرات اللي أنا ما لقيتها بأحد ثاني، وعنده هو حب وشغف للإبل أيضاً بنفس الوقت. عبد الله يحب الإبل حب كبير ويتابعها بشكل يومي ويعرف عنها تفاصيل وأدق التفاصيل، فعبد الله من صغره هو مميز الله يحفظه ويخليه، يعني لا في مراحل الدراسية ولا في إنجازاته العملية، وسبحان الله أيضاً لما تعرض للإبل أصبح صاحب إنجازات، فكانت عنده أفكار صراحة غريبة جداً. يعني فكرته لما راح للملاك الكبار اللي عندهم كم كبير من الفرديات وسوى وياهم صفقات شاملة كاملة بحجم كبير بس بأرقام إنجازية كبيرة، يعني مثل الأخ أبو محمد عبد الله العودة والأخ هادي العمور لما تفاوض وياهم وأخذ منقيات أو يعني فردياتهم واستأجرها منهم بشكل سري في البداية. وش اللي خلاك تختار عبد الله بن عودة تحديدا؟ شوف عبد الله بن عودة عنده أكبر بلوك وثابت مركزه من سنين فاتت. كم كان مركزه؟ هو ياخذ الأربع مراكز الأولى في الفردي، وكذلك عنده فردي الدق، فأنت تشتري بلوك وشبه مضمون، يعني فلوسك ما تروح إذا أجرتها مو احتمال ما يرقم ولا لا، لأن النقاط تأخذ إذا رقم المطية رقمت. فعبد الله بن عودة كان أضمن واحد للأمانة وكان أكثر واحد أعطانا نقاط كبلوك. الله يبارك فيك علينا. الجمهور يطول المنقية باسمه وكل شيء باسمه، وأنا كلينا أنت منعوك من الشركة ويطول العمر أنت كاقتصاد وعائد استثمار وسوي شركة هذا عائد. كفو الحمد لله توفقت يسرت وجت بعدها صفقات للأمانة، جت صفقات اللي هو هادي العمور سليماني، يعني صفقات ما تقل عن أهمية صفقة محمد.